خد مكان. خلاص عرفنا الفنتو هو اللي هيلعبها عرفناه, ده احنا واحنا قاعدين هنا عرفناه. تترد مره تانية, فرصه للتسديد احمد خالد, ترجع تاني مصطفى البدري تيجي في ايده, بنالتي من لمسه واحده, بنالتي من على طول من اول مشهد على الشيمي اللي رفع ايده, والانذار لمين؟ للشيمي. اه للشيمي. ايه الحكايه, ايه حكايه مباريات النهارده؟ الشيمي اللي ادي مصطفى البدري وادي احمد الشيمي منع مرور الكوره وكانت ايده مفروده زي ما حضراتكم شايفين. فادي فريد ميني ماتش تاني وتالت بينالتي في الاسبوع التالت, وفادي فريد ومحمود ابو السعود, فادي ومحمود, فريد وابو السعود وصفارة وفاء وضرب الجزاء لسموحه. فادي فريد يسجلها, يسجلها فادي فريد. قلت لكم عايز يعمل حاجه, هو نازل عايز يعمل حاجه, يسجلها ويشوطها بعزم ما فيه في نص الجون ويسجل هدف ثالث في اللقاء ويرجع التقدم لصالح نادي سموحه, ويبتدي بقى يبوس دماغ عمرو قلاوه ويشوف شريف رضا, يعني يشيل كل التنشنه من عليه, يشيل كل الضغط. ورايح محمود وحيد بيتكلم, فادي فريد يسجل. ادي مصطفى البدري اللي تسبب في هدفين سموحه حتى الان. فادي فريد كان عنده هدف في مرمى الجونه بالقدم اليمنى ايضا ويسجل تاني اهدافه علشان ينضم للقائمه. نفتح القوس ونضيف فادي فريد, بيرسي تاوما بولولو مصطفى زيكو حسام اشرف, ونفتح القوس ونضيف فادي فريد.